بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللاعب الأولمبي محمود فوزي رشاد، لاعب منتخب مصر للمصارعة. في البداية أعرف الناس، بس أنا حاصل على ذهبية البطولة العربية في المغرب، حاصل على ذهبية الأندية العربية، حاصل على ذهبية بطولة أفريقيا كذا مرة، واخد ميدالية فضة في الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية، واخد ميداليات ذهب وفضة وبرونز في بطولات دولية في ألمانيا وفي أسبانيا وفي بولندا وفي المجر. والحمد لله السنة اللي فاتت واللي قبلها كنت مصنف من أحسن 10 في العالم، والحمد لله عملت لمصر كتير جدا في بطولات ومحافل دولية وعالمية. الموقف اللي حصل ده مش أول مرة يحصل معايا. السنة اللي فاتت في بطولة العالم 2017 اتشلت من بطولة العالم لأن في لاعب كان موجود في معسكر المنتخب، اللاعب ده والده صاحب الأستاذ فرج عامر اللي هو رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وماسك لجنة الشباب أو حاجة، لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب حاجة كده، وصاحب شركات فراجيلو و معروف يعني في مصر. المهم السنة اللي فاتت اتشالت من بطولة العالم بسبب إن الراجل ده ضغط على الناس في الاتحاد عشان اللاعب ده يسافر، واللاعب ده سافر بطولة العالم اوريدي فعلا السنة اللي فاتت وخسر عدم تكافؤ 10-0 من أول مباراة بره. السنة دي احنا بنستعد لدورة ألعاب البحر المتوسط، وأنا من شهر واحد اللي فات وأنا في معسكرات في ألمانيا وفي بولندا وفي بلغاريا وفي رومانيا و ومعسكرات وبطولات، ومع العلم مع التنسيق مع الاتحاد ومعظمهم على نفقتي الشخصية. وأنا موجود دلوقتي في معسكر منتخب مصر، اتفاجئت إن أنا اسمي متشال من دورة ألعاب البحر المتوسط، مع إن المدير الفني حاطط اسمين، اسمي واسم اللاعب ده لحين إجراء مباريات. المباراة دي كانت امبارح والنهاردة، واللاعب ما لعبش امبارح والنهاردة، لقيت الاتحاد لغى المباريات. كلمت رئيس الاتحاد قلت له، قال لي انا ما اعرفش حاجة عن المباريات دي. قلت للمدير الفني يا كابتن حسام مصطفى حامد، رئيس الاتحاد بيقول كذا 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 كذا، انا ما اعرفش حاجة عن المباريات. قال لا، انا باعت اسمين بس، اسمين للاتحاد، اسمك واسم الشخص ده اللاعب ده، و هيختار منهم واحد لحين المباريات اللي قلت عليها كانت امبارح والنهارده، واوريدي اللاعب ما لعبش. والنهارده رئيس الاتحاد بيقول انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده، ما اعرفش ازاي رئيس الاتحاد وما اعرفش حاجه عن الكلام ده. قاعد كل ده بقالي 5 6 شهور بستعد لدوره البحر المتوسط، وبعدها المفروض بستعد لبطوله العالم، وفي الاخر هتشال خالص. والاتحاد انا ما اعرفش استاذ فرج عامر عشان اللاعب ده نصيبه ان هو معايا في نفس الوزن في مصر، انا اي حاجه تخص الاتحاد او موجود فيها اللاعب ده انا بتشال منها عشان الاستاذ فرج عامر بيضغط على الاتحاد. ما اعرفش بقى بيضغط على مين في الاتحاد، في اتحاد المصارعه. اتحاد المصارعه عندنا العميد عصام نوار هو رئيس مجلس اداره الاتحاد، والعقيد هاني عبد الفتاح نائب رئيس مجلس اداره الاتحاد. انا ما اعرفش الناس دي بتخاف منه ليه، ما اعرفش بينفذوا كلامه ليه، بس هي شكلها كده مصالح. بس اللي انا عايز اقوله للناس، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكو. وانا دلوقتي بعرفكو وبقول للناس كلها ان انا بطلت رياضه ومش هلعب رياضه تاني في مصر، لان خلاص ما بقاش الواحد يعني بقيت تتعب وتعبك خلاص هيجي حد تاني هيهدهولك. فانا بقول للناس يا ريت ما حدش يلعب رياضه في مصر عشان فعلا القائمين عليها حسبي الله ونعم الوكيل.